أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. السلام عليكم brothers and sisters. Welcome my YouTube channel, Quran Host, Facebook page. Like, follow and share. Now we start Surah Al-Insan, Surah Al-Dahr, part number 2, word by word with Tajweed, inshaAllah ta'ala. If you need Quran teacher online for your children, you contact me on the WhatsApp number. Shukran Jazeela. Now we start Surah Al-Insan. Verse number 10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا ويطاف عليهم بآنية من فضة
قدروها تقديرا قدروها تقديرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها ويسقون فيها كأسا كان كأسا كان مزاجها زنجبيلا كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها عينا فيها تسمى تسمى سلسبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ويطوف عليهم ولدان مخلدون ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم ويطوف عليهم ولدان مخلدون ميك قلنا إن ميم مشددة رايت ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا حسبتهم لؤلؤا منثورا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت وإذا رأيت ثم رأيت نعيما ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أسامر من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أسامر من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان جزاء وكان سعيكم مشكورا وكان سعيكم مشكورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا صدق الله العظيم شكرا جزيلا thank you very much please subscribe Quran host and like follow Facebook page if you need Quran teacher Ambal then you contact us on the WhatsApp number thank you very much see you with the next lesson Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh